فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد أؤم الناس في صلاة التراويح، فيمدحني الناس أحيانا بقولهم صوتك حسن أو غير ذلك، وأفرح بهذا، فهل هذا من الرياء؟ لا، ما هو من الرياء إذا لم تقصد، إذا لم تقصد بقراءتك مدح الناس فليس من الرياء، إذا مدحوك هم فليس عليك في هذا الشيء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن إذا أثنوا عليك بالخير، وأنت لم تقصد الرياء أو السمعة. نعم.